الزمان بنا فشتتنا كما خانت بنو صخر ببيعة مسلمه. لم أنسه وجبينه كالبدر في ليل العجاج المظلم. بطلا نمته إلى البسالة هاشم والشبل للأسد المجرب ينتمي. بطلا مهيبا انصطى لف الجموع مؤخرا بمقدمي. حتى إذا ما أثخنوه بالضبا ضربا ومسلما وفي الحفيرة قد رميه جاءوا به إلى ابن زياد فمذ رأى للقصر وقد وفاه غير مسلمي. قتلوه ظالم لم يبل فؤاده ومسلما. أفديه من ظالم الحشا متضرمي. أين المصيبة يا مؤمن؟ المصيبة عند تلك اليتيمة، تلك الطفلة الصغيرة، أول يتيمة في ظعن الحسين. لما بلغ الخبر الحسين قال يا زينب إلي بابنة مسلم حبيبة. جاء بتلك الطفلة صغيرة 7 8 سنوات، عمد الإمام إلى إجلازها، جلست أمامه، أخذ يمسح على رأسها كما يفعل باليتامى. هذه البنت فطنة، فهمة، أحست باليوت وبوجع اليتم وفقد العين. قالت عم ما لي أراك تمسح على رأسي كما يفعل مع اليتامى، قلبي كسرته يا غريب الغاضري. مثل اليتامى تمسح بشفك علي، تمسح على رأسي ودمع العين همال. جني يتيم الكافية الله منها الأهواء، ما عودتني بهالفعل من قبل يا خال. خليت عبرتي على خدودي جري، مسحك على رأسي تركت القلب ذايب. هذه يا عمي من علامات المصايب، قلبي فلت روى حيث أبويا بسفر غايب. سافر عساه يعود لي بالسلام. ضمها إلى صدره قال بني حميدة أنا أبوك. ضمها إلى
صدره والدمع يجري بالخدود، قال ها حميدة والدك ما ظنت يعود، صرخيت وظلت تنتحب وبروح تجود، قالت يا عمي لا تفاول بالمنية، قال يا عم أنا أبوك، قالت ما عندك من أخبار عن أبي، قال قد قتل أبوك يا بنيا، جاني الخبر عن حال مسلم يا حزينة، يقولون من قصر الأمارة ذابينة وبالحبل بالأسواق جسمه يسحبونه، يا صرخيت ونحبيت وبالحال خرت.